جميل. تعالى تعالى نروح بقى للجيل الحالي اللي موجود. مين اكتر حد بياخد عينك وانت بتتابعه في اي ماتش من لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا احنا متفقين ان كله زي الفل وان كلهم لعيبه جامدين، ولكن الامر لا يخلو في بعض الاحيان من ان بيبقى فيه لعيب معين عنده خصوصيه كده، عنده كاريزمته في ارضيه الملعب. الكلام ده ينطبق على مين من الموجودين حاليا؟ والله في، بص انا عشان اكون صريح، هو في لعيبه كتيره. النادي الاهلي زي ما بيقول احنا هو ما فيهوش نجم عشان الواحد تبقى عينه رايحه عليه. فلا، كل المجموعه اللي موجوده بصراحه، اذا كان من بدايه الحراس المرمى الاثنين هايلين جدا، اذا كان طه ولا حميد اللي موجودين. بس ان هو ماتش برضو، الماتش اللي فات بين الاهلي والزمالك الحقيقه كان فيه مباراه بقى ثانيه الى جانب المباراه اللي بتتلعب بين الفرقتين، كان فيه ماتش مستقل ما بين الاثنين حراس مرمى. طبعا، ما هي هو يعني دلوقتي حارس المرمى هو عدى ال 50% من الفريق. هو حارس المرمى لو فايق خلاص انت الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل جدا. ان انت على الاقل وانت بتدافع انت مطمن. طبعا، هي دي النقطه. طبعا، فالمجموعه اللي موجوده يعني اذا كان حميد ولا طه، الاثنين لعيبه كويسين جدا. طبعا موجود اسلام حسن، طبعا راجل خبره، راجل لعيب عنده كاريزمته، بيقدر يلم الناس، بيقدر يتكلم مع الناس. يعني انا مش هقدر اقول لعيب معين عشان كل اللي موجودين، حتى الشباب اللي طالعه اذا كان كاستيلو ولا لاشين ولا مهاب لعيب مواليد 2002 موجود مع الفريق هناك وقدر يشارك فترات قليله. ده من اللعيبه اللي موهوبين قوي وليه مستقبل كويس جدا، بس يبدا يفكر انا عايز اروح فين، انا عايز اوصل لفين. دي مهمه جدا بدايه مشواره. لو حط التارجت في دماغه ان هو انا عايز حته معينه، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له. لو حس ان انا خلاص انا وصلت للدرجه الاولى، انا خلاص بقيت موجود، انا بشارك، انا دخلت المنتخب، دي بالظبط دي مشكله انا بقول له الحته دي. هو بالذات عشان انا الولد ده انا مرنته من 3 سنين، شايف فيه خامه كويسه واتكلمت معاه كذا مره، وهو بصراحه مؤدي دور هايل جدا وعالي جدا بصراحه، وربنا يكرمه والمجموعه كلها يعني بصراحه ربنا يكرمها ان شاء الله.